معنا كمال عويج اللي باش ينظم لنا البانوراما دو سينما كور. مرحبا بك سي كمال. عسلامة خالد. مساء السينما، مساء البانوراما، مساء الشاورة أفهم. شكرا على قبولك الدعوة خويا كمال، فرحنا برشا اللي انت موجود معنا. نعرف اللي كونه انت ناشط في مجال الراديو زادة بصفة عامة، إذا كنا نجم نقوله كانت عندك ويب راديو من عرش مازلت ولا ما عادش؟ توا ليه وشوي بالسينما توا مثل بدواصة الراديو معناتها. اي وما هو خير، السينما ولا الراديو ولا السينما في الراديو؟ سوز بابا انا يظهر لي السينما في الراديو خير. سالا علاش ليه بابا؟ انت قلت خالد نتحمل مسؤوليتي كاملة. باهي اوكي. باهي سيدي احكي لي شنو هالسينيكور هذايا البانوراما سينيكور. اي بانوراما الفيلم القصير هو اول تثار شدني فكره مالت عنده شهر من اكتوبر. كنت خمم في هذه التثار، قلت علاش ليه ما نعملش تثار هذه اول مره تعمل في تونس، وسميتها بانوراما في الفيلم القصير. خممت مع البانوراما تعمل يومي 3 و4 تسامخ، معناتها السبت و الاحد. وعملتها معناتها يعني مباشرة بعد ايام قرطاس السينمائي وايام قرطاس المسرحية. قلنا عليه ليه ما نعملوش تظاهرة اخرى سينمائية سميناها بانوراما الفيلم القصير. باهي معنا المخرج التونسي كمال اللي هو وليد الطايع، واللي هو اخرج العديد من الافلام القصيرة، واللي نستناه ان شاء الله في الفيلم الطويل نتاعو، ولو انه انا العيساوي جو بونس اللي كانوا فيلم طويل. وليد الطايع مرحبا بك. اهلا وسهلا خالد، مرحبا. انا العيساوي تعتبره طويل ولا مش طويل وليد؟ والله 52 دقيقة هو. أنا حسبت 53 وأنت عندك الشيفر الصحيح خويا. 52 فما دي فورما، معناها فما شكون يعتبر أنه أونكور أن فورما كور، معناها أنا نعتبر أنه سان دوكيمونتير لون، وي خاطر 53 شريط مشق شريط قصير. حاب نرحب بضيفك. اي سي كمال عويج اللي تنجموا تكلموا بعضكم، راهو معناها تسمعوا في بعضكم، الخط مفتوح عليكم الاثنين. عسلامة سي وليد. عسلامة سي وليد، مرحبا بك سي وليد. نحب نقول لك مبروك على التظاهرة. عايشك. وفرحان برشا خاطر أي تظاهرة، أي عروض سينمائية، أي معناها فرصة ثقافية ما تنجم كان تكون شمعة ضاوية في هالبلاد للثقافة وللفكر وللمعرفة. فهذا نقول لك برافو. عايشك سي وليد، ميرسي بيان. هذا كلامك، شكر على كلامك الحلو ومناسب، وان شاء الله علاش لا سي وليد نستدعيك تكون بحثينا في البانوراما سينيكو. باهي تحكي لنا شويه على البرمجه، معناها شنو اكزاكتومون هذا، شنو اللي حبيت متشوقين باش نعرفوا شنو الافلام اللي باش نجموا نلقاهم نهار 3 ونهار 4 ديسمبر الجايين، معناها ما عادش برشا، سبت لحد هذا. اي حبيت نقول اللي احنا اخترنا 12 فيلم ما بينهم سوس افلام اجنبيه. في باش تكون في الافتتاح وفي الاختتام. عنا فيلم بلجيكي وعنا فيلم جزائري. فيلم بلجيكي باش يتعدى في نهار الاول، وفيلم جزائري باش يتعدى نهار الثاني. والبقيه عنا 6 افلام قصيره تونسيه، وعنا 4 افلام وثائقيه قصيره. قلنا علاش ليه ما خموش ندعموا الشباب التونسي، نعملوا الدعم الشباب التونسي كي عنده امكانيه، عنده فيلم قصير ولا دوكيومونتير ولا حاجه. نعرف كما تعرف سي وليد انه الشباب التونسي ما عندوش امكانيه باش يعمل دوكيومونتير طويل ولا حاجه. قلنا علاش ليه في البرنامج سينيكور نعطيو فرصه باش يعطي من دوكيومونتير قصير. معناتها سمينا شويه من الافلام اللي باش نلقاهم، خاصه الافلام التوانسه، سي سكي نوز انتريس لو بلوس. باه
بس نسمي الأفلام اللي استطاعتها التوينس والأسنبية. عنا من فيلم من باء أخيف لأنتوني نيون فيلم بلجيكي. عنا لترني أبيل لياسين صالحي فيلم تونسي هو. فعنا فيلم الدوم لإبراهيم بن ياخو. عنا فيلم فلاش باك لوهاب شركي. عنا فيلم اعتدال لحسين مسلولي. عنا فيلم البحث يجيب لأنس بريدي. عنا فيلم اسمه 2084 لعبيد الله عياري. نوجه له التحية عبيد وهو قاعد يسمع فينا الآن. وبالنسبة نهار السيني صار عنا باش نعطيه فيلم جزيري جزر إلى الحياة لعادل محسن. عنا فيلم موسيقي حلم لسبعين لسويني. عنا فيلم موسيقي آخر ويف اسمه ويف ليوسف غربي. وعنا أولادنا أمانة في دينا لشهيد سبعي. وعنا في الآخر عنا المسرح يغير المجتمع مع لأمنا شعبوني. فيسبوك دو الفيلم لا مش بيكون موجود والله فيسبوك طوقتني يا خالد. فيسبوك دو الفيلم هو فيلم الكمال عويش كونتريبيوشن على ريزاسيون فاطمة الضيفي. فما كوثر بالحاج في الفيلم هذا ليزيماج لويسام ناصر مريم يونس وحسام الدين النجيم في الصوت المونتاج كمال عويش الميكساج مريم يونس سكريبت إيمان أحمد موسيقى الفيلم خالد مكادي ومنجي ام بي 7 دونك هذا فيلم اللي كنت معناها علاش ما اخترتش هو بون بريفو لو 10 سبتمبر 2015 معاش وين وصل هو حبصك كيلك معناتها انا عملت سلسله افلام قصيره عملت فيسبوك 1 فيسبوك 2 فيسبوك 1 عملته بعد يحكي على الخيانه على الخيانه سوسي على الفيسبوك يحكي عن خير ترجع على فيسبوك وصورته في 2010 الفيلم الأولين وصورت في 2015 في الفيلم الثاني عملته عرسته في عرس لول في تونس في فضاء ريحة البلاد في تونس مع صحفيين إلى خير ذلك وحبيت نعطيه في المهرجانات كما أيام قطع السينمائي ولا مهرجان آخر ما عنديش دعم ولا شجاعة لل ما عندنا مش نشوفه بروجكسيون في الأيام الخمسة السينمائية ولا في المهرجانات الأخرى لكن هو حاليا موجود على الإنترنت معناته موجود على الإنترنت موجود على اليوتيوب موجود على اليوتيوب حاليا معناته على الإنترنت والفيلم فيسبوك الفيلم الثاني تعرس في جانفي 2016 معناتها عام ناول تعرس في قناة الجزائرية في الخاصة في الجزائر اسمها قناة الخبر. آخر سؤال نكملوا به معاك خويا كمال وين باش يتم عرض الأفلام هذوما اللي كنت تسمينا فيهم ومثال شنو حرجك شوية أسعار الدخول حبيت نقول أول حاجة اللي البانوراما سينكوك ما عنديش سبونسور بور لو مومون لكن عندنا دي بارتناريا قبلوا فيسا الرحاب معناتها وقفوا دو مومون معناتها قالوا لي اوكي نعملوا كل شيء في المكان باش تقام في اسباس كارمن تونس ما في تونس في أربعة نصوص تونس في النص أحد النص في تونس تكون على الساعة الثالثة مساء من المقصدة الستة عندها ستنا لحد وتكون دخول مجانا بي خرق للعادة هذا حبينا دخول مجانا على خاطر بما أنه الدورة الأولى لأنه الدورة الأولى ما فيهاش معناتها دعم سبونسور ولا حاجة معناتها ما حبيناهاش تكون بالفلوس المقابل بالفلوس إلى خير ذلك حبينا نشجعوا الشباب ونعملوا
نعملوا معناتها فرحه ونستمتعوا بالفن السابع. باهي خرق العاده ان شاء الله بالتوفيق للتظاهره هذه بانوراما سيني كور نهار 3 ونهار 4 ديسمبر 2016 في اسباس كارمن في تونس، 4 نهشتوسا في تونس ابتداء من ما في 3 نتاع العشيه لو رونديفو اي بري. شكرا لك كمال عويج. شكرا شكرا خالد، تحية ليك وتحية لوليد من عارف كنيز مازال يسمع فينا بالطبيعة. بالتوفيق ان شاء الله، برافو وبون كونتينياسيون. عايشك وليد، ان شاء الله تنورنا ان شاء الله نهار السبت ولنا على حتى في كل وقت. شفت حبيت خالد تذكر تذكر سيتوي بتاع احنا خمنا في سافيس سيتوي بتاع بدرنا www.pccc.org دقوا معلومات البروغرام إذا غير ذلك، ولا على صفحة على الفيسبوك بدقوا على سينيكوخ، ومرحبا بكم للناس الكل. شكرا شكرا لك يعطيك الصحة. وليد يظهر لي تظاهرة جديدة تنضاف للتظاهرات السينمائية اللي من نجمو كان نشجعوها، معناه إذا كنا نجمو نقولوا هذا لو بتي نوفوني هكا ولا اي اون بلوس لا سيني نتاع الافلام اللي سماها والافلام معناها ما نلقاوش كيفاش نشوفوها. وعلى فكره خالد انا ياسر تعجبني التظاهرات هذيا لانه فواها فيلم سي دابور في سال السينما في قاعه صحيح، ومن بعد نشوفوه على الانترنت. دونك اللي يسمعوا فينا أليجي رغاردي سي كور ميتراج وما نجمو كان نفرحو ونشجعو سي أنكور بلوس، وإن شاء الله تتضافر وتزيد وتولي معناها تتعج البلاد بالتظاهرات هذه.